ايش بيك؟ على صوت انت حراية. لحظة حراية، ايه يا بنت اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ استر عليا، يستر عليك ربنا، يستر عليك. انا اعرفك، اللي انت عاملاه في نفسك ده يا بنت؟ يعرفوني هنا بالشيخ رهف. تغيرت اسمك؟ في حاجة اسمه الشيخة؟ لا ما في بان يا سنة. وين الدبليو سي؟ الحمام يا خال، الحمام. الحمام؟ حمام بتاعهم. انت لو قلت يعني؟ بتاعهم. طب بقول لك ايه، هروح بس احط لك المشروب واجي اخدك على طول. سموه الشيخ رهف. اكل العيش ها؟ هم بقى بيسموه اكل عيش؟ فين الحسنة؟ ما تقولي الحمام انت مكسوفة. يلا. حلو قوي. بصي دي كمان جميله. دي ايه دي؟ جلابيه؟ تسلم، ما جايبك يا عمر. ربنا يخليك لينا. بص شايف اخويا حبيبي جايب لي ايه؟ يا سيدي يا سيدي طبعا، ما احنا اللي على الحجر. ده مش هنا خالص. خالص. وتفضل يا عم انت كمان. انا؟ يا رب بس يطلع ماسك. ما شاء الله، لزومها ايه بس المصاريف دي يا عمر؟ انت جبت فلوس منين الكلام ده كله؟ شكلك اشتغلت في المخدرات يا عمر. مخدرات؟ الملف السعدي يا ابني. يما بضحك معاه. بقول لك ايه؟ عايزك في كلمتين على جنب. سر عن امك واختك. يا عم كلمتين رجالي. يلا يا اخويا يلا. على اذنكم يا بنات. اتفضل. ها؟ ما قلتليش ايه رايك؟ ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي ماشي. الحته اللي كانت معاك ها؟ حته؟ حته ايه؟ يا ابني احترم نفسك، دي هتبقى مرات اخوك. مرات اخوك؟ ايه ده؟ أوام كده؟ وأنت لحقت ترجع من السفر عشان تلحق تعرفها؟ ولا كنتش كنت عارفها من العراق كامل؟ لا عراق إيه؟ دي زبونة في النادي، شفتها وتعرفت عليها. يعني ما تعرفهاش قبل كده؟ لا. طب وإزاي يا كامل؟ مش تعرف أصلها فصلها قبل ما تتجوزها ولا إيه؟ يا عم هو أبوك كان يعرف أمك قبل الجواز؟ أيوه يا كمال، بس دي مش أمك ولا ده الزمن. هي ما عجبتكش ولا إيه؟ يا عم أنا لحقت أشوفها، أنا شفتها دقيقة، هتعجبني إمتى؟ ممكن اسالك سؤال شخصي؟ شخصي؟ كامل انت اخوي. سبت مراتك ليه؟ انت مش عارف اسمها؟ مش فاكر، انت قلت لي على اسمها بس نسيت. اسمها حياة. حياة صح. سبت حياة ليه؟ مش انا اللي سبتها. هي اللي طلبت الطلاق يعني؟ هي ما طلبتوش. هي سابت البيت ومشيت وخدت علي معاها. وحلفت ما هي راجعه تاني غير لما اجيب لها شقه وباسمها كمان. طب وليه ما حدش حاول يصلح ما بينكم؟ امك حاولت تمنحها وهي خارجه، شتمتها وزقتها وقعتها على الارض. ينفع تدخلها بيتك تاني دي يا كامل؟ لا طبعا. انت كنت تعرفها قبل الجواز؟ بسنه. ولعلمك كانت بتيجي البيت تساعد امك في الغسيل وتنظيف البيت. كانت واحده تانيه خالص قبل الجواز يا معلم. شفت؟ يعني مش شرط انك تبقى عارف اللي هترتبط بيها قبل الجواز عشان تطلع زوجة صالحة. انا ما قلتش انه شرط يا كامل، بس على الاقل يعني نعرف دي مين، بنت مين، عشان ما تطلعش زي البنت اللي عاملة خليجية عندكم في البلياردو. مين دي؟ سموه الشيخ رهف. سموه الشيخ رهف. طب لعلمك بقى، دي لا سمو ولا شيخة ولا اسمها رهف. حلو. نوى سيد اسماعيل الشهيرة بنوها عرفات، عندها 41 سنة، عندها بيوتي سنتر وساكنه بجاردن سيتي ومتخصصه في المساج. لا ما واضح. العربيه اللي راكباها شاريها من ورا ست ربيع محمود رمضان ولسه ما سجلتهاش، عشان كده لما كشفنا عليها في المرور لقيناها لسه متسجله باسمه. ودي ايه اللي وداها اليونان؟ هي متعوده تسافر اوروبا تجيب مستحضرات تجميل من هناك. وهي سافرت قبل كده ولا دي اول مره؟ هنبعت نجيب يا فندم شهاده تحركات متجوزات. عندها كاميرات في البيوتي سنتر بتاعها؟ هنبعت نشوف سيادتك. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ هو أنت جاوبتني على الأولانية لما هتسألني في التانية؟ اتفضل. بعد إذنك يا فندم. في فوج من إسرائيل لسه واصل يا فندم. أنا مش عارف إيه المحبة الزايدة اللي ظهرت فجأة دي. تعليمات سيادتك. يا جيهان، هيكون إيه تعليماتي يعني؟ هتاخديهم تعزميهم على العشاء؟ مراقب 24 ساعة في 24 ساعة. تفضلي. حاضر يا فندم.
يا هشام، في حد ظهر ورا عمر؟ معلش يا باشا، كده كان في سؤال رفيع كنت عايز اساله سيادتك. الكاميرات اللي احنا بنستوردها بنجيبها منين؟ من الصين. ليه؟ طب يعني لو فيها اساءة ادب مني، احنا بنجيب الحته بكام؟ انت بتسال السؤال ده ليه؟ يا باشا، من باب العلم بالشيء. باب العلم بالشيء. هتستفيد ايه يعني لما تعرف انا بجيب الحته بكام؟ انت ناوي تشاركني ولا ايه؟ مش دلوقتي يا باشا. نعم يا اخويا؟ يا باشا بهزر مع سيادتك. الموضوع ما فيه، ليا واحد صاحبي معرفه جاي له شويه كاميرات من بره، فكنت عايز اعرف يعني احنا بنجيب الحته بكام عشان لو سعر المعرفه ارخص نعمل مصلحه. مصلحه؟ بص يا حبيبي، انت تجيب لي المعرفه ده لحد هنا، اقعد انا وهو نتكلم، اصل ما بحبش حد يبقى في الوسط. الوسطاء يمتنعون. الوسطاء ايه؟ يمتنعون يا برنس. برنس؟ يمتنعون يا باشا. يا باشا اتفضل. عن اذن سعادتك. اتفضل. غريبة، يعني ما سألتنيش حد سأل عليا يا هانيا؟ مين اتصل؟ مطعم المقطم بتاعنا اتصل وسألني إذا كنا عايزين نحجز الترابيزة الفردين النهاردة على العشاء. طب ما تروحوا. هما مين دول اللي يروحوا؟ انتوا الاتنين. عشاء ايه؟ وسهرة ايه؟ وجمال ايه؟ صحة حبيبي. واحد من الفوج الإسرائيل عمل نفسه عيان وتخلف عن رحلة الفوج للهرم. بعد الظهر نزل وراح الصيدلية دي وطلب إن هو ياخد حقنة. لا، ألف لا بأس عليه. ولما عملنا تحريات عن اللي اداله حقنة طلع اسمه صالح عبد الباقي، أرمل وعنده بنتين، بيشتغل بعد الظهر في الصيدلية بيدي حقن، والصبح موظف في دار المحفوظات. جماعة دول مش هيحمدوا بقى؟ مصرين بالعافيه يثبتوا ان ليهم جذور في مصر. حلم النيل الفرات يا فندم. تمام انت يا جان. تمام عليك. نادر. اي فندم. هات الراجل اللي اسمه صالح ده. تمام سيادة. سيادتك مش عايز تشوف عمر؟ ده بقى له يومين هنا وزمانه بيضرب اخماس في اسداس عشان ما شفناهوش. فوتوا يومين، ولما تتأكدوا إنه مفيش حد وراه يوم الأحد هتقولي على فيلا المقطع. تمام سيادتك. قول يا حبيبي. شايف كل واحد بيأكل مراته إزاي؟ طب دول متجوزين بقالهم 7 سنين، ودول 5 سنين، إحنا عدينا الـ40، يعني المفروض اخرج حسن سير وسنون. اضحكوا بس ما تكملش، يعني لا تاكلني وكمان هتطلعني معاش وانا في وسط ولادي. خد يا حبيبي. مش قادره يا حبيبي. ايه؟ انا اسفه قوي،